السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في المحاضرة الثانية من مادة الفصول الدراسية غير المتجانسة. معكم الدكتورة حنان حلبي من الأكاديمية العربية الدولية. نتحدث اليوم عن خصائص البيداغوجيا الفريقية، الغايات والأهداف التي تتعلق بالصفوف الدراسية غير المتجانسة، تفعيل البيداغوجيا الفريقية في الفصول الدراسية، وعن صعوبات تطبيق البيداغوجيا الفريقية في الصفوف الغير متجانسة. رأينا في المحاضرة الأولى أن الطلاب في الصف الواحد هم مختلفون، يختلفون من حيث الشكل، من حيث القدرات العقلية، من حيث الأحاسيس والاتجاهات، ومن حيث البيئة. لذلك دعا هذا الموضوع إلى نشوء ما يسمى بالبيداغوجيا الفارقية مع التربوي الفرنسي لوغران. اليوم نتحدث عن خصائص هذه البيداغوجيا في الفصول الدراسية غير المتجانسة. هذه البيداغوجيا تعتمد على مبدأ التنوع والمرونة في التعليم، لذلك فهي تتميز بما يلي: أولاً التفريق بين المتعلمين، بمعنى أنها تفصل وتميز بين المتعلمين حتى تبين أوجه الاختلاف فيما بينهم. هذا لا يعني أننا سنعامل المتعلمين بشكل مختلف عن الآخر، ولكن هذا يعني أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الاختلافات وأن نميز بين شخص وآخر. أيضاً تتميز البيداغوجيا الفارقية بأنها بيداغوجيا علمية عملية، فهي عادة تنطلق من تشخيص لواقع معين، نعتمد في هذا التشخيص على أساليب وأدوات علمية دقيقة. يمكن أن يكون هناك استخدام للروائز أو للاختبارات المختلفة حتى نحدد الاختلافات بين المتعلمين، وحتى نستطيع من خلال هذا التحديد أن نحدد أسلوب التدخل المناسب وعملية الدعم المناسبة التي يمكن أن نوجهها للمتعلمين حتى نضمن أنهم يحققون الأهداف التي نسعى إليها. هذه البيداغوجيا أيضا هي بيداغوجيا فردانية، أي تنطلق هذه البيداغوجيا الفردانية من الفرد، تعترف بالمتعلم واختلافات شخصياته وتمثلاته وتصوراته. هي بيداغوجيا متنوعة، تقترح مجموعة من المسارات المتعلمية، وهي أيضا تراعي قدرات المتعلمين المختلفة وتستحضر ذكاءاتهم. هي أيضا بيداغوجيا تتبع، أي مسايرة عمل المتعلم من خلال تقديم التغذية الراجعة المناسبة لهذا المتعلم، وهذه التغذية الراجعة عادة تكون متنوعة بتنوع الاختلافات عند المتعلمين. لذلك نقول عنها أيضا بيداغوجيا تنويعية، نستعمل فيها طرائق وتقنيات مختلفة حتى نستطيع الوصول إلى الأهداف المنشودة عند كل متعلم، وهي بيداغوجيا متعددة المداخل، أي هي المقاربة التي يقدم فيها نفس الدرس المعلم نفس الدرس، يحقق نفس الهدف التربوي باستعمال تقنيات مختلفة بكيفية متزامنة. وهي أيضا تنطلق من الخصوصيات المحلية والبيئية لكل متعلم، لذلك نحن ذكرنا سابقا أنه هناك فوارق سوسيوثقافية بين المتعلمين والتي تؤدي حكما إلى الاختلافات بينهم. نرى الآن ما هي الأهداف والغايات من البيداغوجيا الفارقية في الصفوف الدراسية الغير متجانسة. عادة يروم تطبيق هذه البيداغوجيا الفارقية في وضعيات تعليمية وتقويمية ملائمة للحاجات والصعوبات الفردية للمتعلمين إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها. أولاً، هذه البيداغوجيا تحقق الوعي بالقدرات والمهارات الفردية للمتعلمين وتنمي هذه المهارات. إذا تمكن هذه البيداغوجيا من تعريف المعلم إلى الاختلافات بالقدرات والمهارات عند المتعلمين، تساعدنا على اعتبار شخصية المتعلم في جميع أبعادها. نتحدث هنا عن شخصية المتعلم المعرفية، الوجدانية والاجتماعية. هي تمكننا كمعلمين من مراعاة هذه الفروقات، تحفز المتعلمين على التعلم من خلال مراعاة مختلف الاختلافات فيما بينهم. نحن نحقق الأهداف ونحفز المتعلم على التعلم. هي أيضا تحد من ظاهرة الفشل الدراسي من خلال مراعاة الاختلافات أيضا،
نقلص من ظاهرة التسرب أو الهدر المدرسي، هي تهدم الفروقات الفردية بين المتعلمين وتعمل على تحقيق مبدأ المساواة فيما بينهم، تحسن العلاقة التي تربط بين المدرس والتلميذ، الأمر الذي يؤدي إلى خلق فضاء مدرسي يشعر فيه المتعلم بالارتياح والرغبة في التعلم، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص نسبة الفشل المدرسي وإلى تحقيق الأهداف. أيضا تزكي روح التعاون لدى المتعلمين وتدربهم على التواصل الاجتماعي، وتدربهم أيضا على قبول وتقبل الاختلافات وقبول وتقبل الآخر، لأن الآخر يمكن أن يكون مختلف. أيضا تساعد هذه البيداغوجيا على اكساب المتعلمين الكفايات اللازمة لجعلهم قادرين على توظيفها في الحياة العادية خارج جدران المدرسة. تطور من نوعية المخرجات، نتحدث هنا عن الأهداف التربوية ونتحدث عن النواتج التعليمية، إذ عندما نراعي الفروقات المعرفية عند المتعلم ونراعي الفروقات المختلفة عند المتعلمين، فإننا بالنهاية نحصل على متعلمين ناجحين، وهذا الأمر يؤدي إلى مخرجات أفضل. تشجع أيضا على التعلم الذاتي بحيث تجعل الفرد فاعل في بناء الدرس والمعرفة. تنمي وتطور الانفعالات الإيجابية عند المتعلمين مثل الثقة، الأمان، اللذة، الدافعية، هنا تولد من خلال هذه الانفعالات الإيجابية والتي عادة بدونها لا يستطيع المتعلم أن يحقق أي نوع من التعلم، فهي تحفز المتعلمين على التعلم، تحفزهم على سهولة معالجة وتخزين المعلومات. أيضا البيداغوجيا الفارقية تجنب كثير من السلوكيات غير مرغوبة فيه داخل الفصل، مثلا الشغب، العنف بمختلف أشكاله. عندما لا يكون المتعلم قادرا على مواكبة الدرس لوجود فروقات مختلفة عنده، يمكن أن يلجأ إلى المشاغبة والشغب داخل الصف، وفي بعض الأحيان إلى اعتماد العنف حتى يحقق نفسه، حتى يخبر المعلم بأنه موجود، فيلجأ إلى السلوكيات الغير إيجابية داخل الصف. لذلك نحن عندما نراعي هذه الفروقات، نحن نخفف من إمكانية وجود الشغب والعنف داخل الصف. أيضا هذه البيداغوجيا تغني التفاعل الاجتماعي، فهنا ننشئ ما يسمى داخل الصف، ما يسمى بتقبل الآخر. تقبل الآخر أيضا يجعل المتعلم قادر على التفاعل مع غيره، ويجعل المتعلم أيضا مستقل يستطيع أن يحقق ما يريد تحقيقه. نتحدث الآن عن تفعيل البيداغوجيا الفارقية في الفصول الدراسية. عندما نتحدث عن تفعيل البيداغوجيا الفارقية في الصف الواحد، نتحدث هنا عن الصف الغير متجانس. هنا نحن بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات التي يمكن تصنيفها إلى إجراءات ما قبل التنفيذ وإجراءات التنفيذ البيداغوجي. نتحدث أولاً عن إجراءات ما قبل التنفيذ البيداغوجي. قبل البدء أو قبل الشروع في تطبيق البيداغوجيا الفارقية في الفصل الدراسي، أولاً يجب على المعلم أن يتخذ بعض التدابير الضرورية حتى تكون عملية سهلة إجراءاتها ميسرة للتناول. من هذه التدابير، أولاً يجب على المعلم وضع جداول توقيت طبعا تتسم بنوع من المرونة التقليدية، تقف حاجز أمام التطبيق العقلاني لهذه البيداغوجيا. نحن بحاجة إلى وضع جداول مرنة وليست تقليدية، لأن التقليدية يمكن أن تؤدي إلى منع تعلم المتعلمين. فالجداول الزمنية عادة نضعها من أجل تقسيم المواد الدراسية على فصل أو على سنة دراسية معينة. نحن نراعي الاختلافات، وبذلك تكون الجداول مرنة. أما إذا كانت جامدة وتقليدية، لا نراعي نحن بهذه الحالة الفروقات الفردية عند المتعلمين، بل نعلم المتعلمين بالطريقة نفسها بالوقت نفسه، ولا نراعي الفروقات الفردية الموجودة عندهم. هذا الأمر يمكن أن يعتبر حاجز أمام التطبيق العقلاني للبيداغوجيا. أيضا عندما نتحدث عن تفعيل البيداغوجيا الفارقية، يجب أولا وقبل القيام بتنفيذ البيداغوجيا الفارقية أن نوفر الحجرات الدراسية الملائمة واللازمة. ليس من الضروري أن نوجد أو نحدث
أو نستحدث حجرات دراسية جديدة، ولكن أن نستغل ما هو موجود ولكن بطريقة تربوية. نحن لدينا صف صغير، يمكن أن نضع مجموعة صغيرة داخل الصف، هناك الكثير من الزوايا التي يمكن أن نستغلها، فنحن نستغل ما نستطيع استغلاله حتى نقوم بتوفير البيئة المناسبة للمتعلمين. أيضا القيام في بداية السنة الدراسية طبعا وبناء على نتائج التقويم التشخيصي والروائز التي قمنا بها على المتعلمين بفرز فئة التلاميذ التي تمتلك الكفايات اللازمة التي تتأسس عليها التعلمات في المستوى الدراسي الحالي، والفئة التي لم تكتسب بعد هذه الكفايات. نحن نقوم بفرز الطلاب بحسب القدرات المعرفية والعقلية وما يمتلكونه من معلومات. عادة هذا التفيؤ يكون أولياً قابلا للتغيير مع التقدم في دروس المنهاج، ولكن نحن يجب أن نعرف الطلاب الذين يعرفون من الطلاب الذين لا يعرفون. يجب أيضا أن يكون هناك تعاقد بيداغوجي مع التلميذ وأسرته. نحن يجب أن نعرف أولا أن هذا المتعلم لديه بعض العثرات، يمكن أن تكون عثرات معرفية أو مهارية أو أي شيء آخر. يجب أن نتعاقد مع الأهل أو نطلعهم على الصعوبات التي تعترض المتعلم والتعثرات التي يمكن أن يعاني منها، لا سيما إذا تبين للمعلم أن ثمة عوامل خارجية تعرقل اكتساب التلميذ الكفايات اللازمة. نتحدث هنا عن بعض المشكلات الأسرية، عن الاضطرابات النفسية، عن عدم وجود بيئة مناسبة لتعلم المتعلم، عدم وجود الراحة النفسية داخل المنزل. يجب أن نضع الأهل في هذا الجو ويجب أن نتفق معهم قبل البدء بالعملية أو بالبيداغوجيا الفارقية. إذا من بعد النظر إلى هذه الأمور يأتي دور إجراءات التنفيذ البيداغوجي. عندما نتحدث عن إجراءات التنفيذ البيداغوجي نقصد مجموعة من الممارسات الصفية التي يقوم بها المعلم عادة، فلا مناص لهذا الأخير في إطار تطبيقه للبيداغوجيا الفارقية من ممارسة طرق التفريق البيداغوجي. هذا الأمر هو أساسي حتى يتم تكييف عملية التعلم مع حاجيات المتعلمين. إذن يجب أن يقوم المعلم بفرز المتعلمين. من مظاهر التفريق أو الفرز ما يلي: أولاً التفريق في المحتويات المعرفية. إذن هنا المعلم بحاجة إلى تنويع محتويات التعلم داخل الصف، وذلك لمعرفته السابقة بوجود قدرات استيعابية مختلفة عند المتعلمين، وإلى وجود إيقاعات تعلمية عند المتعلمين تكون مختلفة. إذن هو بحاجة إلى التنويع في محتويات التعلم من أجل إكسام المتعلمين الكفايات الأساسية ومن أجل تحقيق الأهداف. إذن التفريق يمكن أن يكون أولاً في المحتويات المعرفية التي تقدم داخل الصف. هنا نعطي مثلاً: إذا لاحظ المدرس أن نصاً قرائياً من النصوص المقرر هو صعب، يمكن أن يعطي هذا النص ويستثمره للمتعلمين المتفوقين، بينما يمكن أن ينتقي نص آخر يكون أكثر بساطة ولكن لديه الهدف نفسه، أكثر بساطة، ويمكن أن يوجه هذا النص أو يعطيه للقراءة للتلاميذ المتعثرين. أو مثلاً إذا لاحظ المدرس أن فئة من التلاميذ لم تستوعب موضوع دراسي معين بما فيه الكفاية، يمكن في هذه الحالة أن يتناول معها فقط عناصره الأساسية، يمكن أن يعيد الشرح لهذه المجموعة بينما يتناول عناصر الدرس كلها مع المتفوقين. في هذه الحالة يخص هذه المجموعة ببعض العناصر التي لا نص أو لا يريد أن يطلع باقي المتعلمين عليها. ويمكن مثلا أن يقترح على فريق من التلاميذ إنجاز تمارين بسيطة في مكون النحو مثلا، وفي حين يقترح على البعض الآخر إنجاز تمارين أكثر تعقيدا ولكن الهدف يكون نفسه.
نشير هنا أن المعلم يجب أن ينتبه إلى موضوع معين، وهو أن الكتاب المدرسي هو ليس كتاب مقدس، لذلك يستطيع الإضافة، يستطيع التعتيل، يستطيع إثراء هذا الكتاب بما يتناسب أولاً مع احتياجات المتعلمين، وما يتناسب أيضاً مع الكفايات الدراسية والأهداف الدراسية، فيزيد في هذه الحالة في موضوعات معينة، ولكن يبقى في الإطار الواحد، في الإطار نفسه. هنا يراعي اختلافات المتعلمين من خلال الزيادة أو أن ينقص من المادة المقدمة للمتعلم، وذلك بحسب حاجة المتعلم. إذن التفريق أولاً يكون من حيث المحتوى. التفريق أيضاً يمكن أن يكون من حيث طريقة الأدوات والوسائل التعليمية، حيث تكتسي الوسائل التعليمية أهمية خاصة في العملية التعليمية التعلمية، بما لديها من دور فعال في تقريب المعاني من أذهان المتعلمين. عادة الأدوات والوسائل التعليمية التي نعتمدها داخل الصف تشوق وتحفز المتعلمين، وهي تقرب الفكرة للمتعلم وتساعدهم على التمثل والاستيعاب. بعض الأفراد أو بعض المتعلمين يمكن أن يفهموا الأشياء من خلال الأفكار المجردة، ولكن البعض الآخر بحاجة إلى وجود أشياء محسوسة وملموسة من أجل أن تكون الفكرة أوضح. في بعض الأحيان من أجل استثارة الدافعية لدى المتعلمين، فهذا الموضوع يمكن أن يحفز المتعلمين على التعلم بشكل أفضل. المعلم أيضاً بحسب البيداغوجيا الفارقية هو مطالب بتنويع الوسائل التعليمية حتى تنسجم مع الأنماط المختلفة للتعلم، فالمتعلمين لا يستوعبون الدروس بالكيفية نفسها. هناك مثلاً من يستوعب الدرس عن طريق الوسائل اللفظية كالشروح النظرية المعتمدة على الخطاب اللفظي كما قلنا سابقاً، أو الأفكار المجردة. منهم من هو بحاجة إلى إدراك بصري مثل الرسوم التوضيحية والخرائط، وممكن من هم بحاجة إلى ممارسة الأشياء بشكل حسي، مثلا إنجاز تجارب، قيام بزيارات ميدانية، بعض الحركات. هنا يجب أن نراعي الاختلافات عند المتعلمين حتى تكون البيداغوجيا الفارقية تحقق هذه الأهداف. تنويع الوسائل التعليمية في الفعل التعليمي تكون تبعاً لخصوصيات المتعلمين، وهذا الموضوع يمكن أن يرفع من مستوى الأداء عند المتعلمين وأن يحسن من مستوى تحصيلهم الدراسي. التفريق أيضاً يمكن أن يكون على مستوى تنظيم العمل المدرسي، إذ يقتضي العمل التربوي الفارقي إعادة تنظيم الفصل الدراسي. تارة يتم العمل مع القسم طبعا على بلوغ الأهداف التربوية نفسها، وقد يشتغل المعلم مع مجموعة كبيرة، ويمكن أن يعمل مع مجموعة صغيرة، ممكن أن يشتغل مع الأفراد أو أن يعمل مع الأفراد، وذلك بحسب ما تقتضيه الحاجة. يمكن أن يشرح الدرس لكل المتعلمين داخل الصف، ولكن إذا لم تفهم بعض المجموعات يمكن أن يأخذها على جنب وأن يعمل معها بشكل مجموعة صغيرة، أو أن يعمل مع الأفراد بشكل فردي حتى يستطيع تحقيق الأهداف. التفريق أيضاً ممكن أن يكون على مستوى التدبير الزمني. نحن ذكرنا سابقاً في المحاضرة الأولى أن بعض النظريات مثل النظرية البنائية لبياجيه تقول بأن المتعلمون لا أو المتعلمين لا يتعلمون في المدة الزمنية نفسها، مع العلم أنهم يمكن أن يكونوا في العمر نفسه، ولكن هم لا يتعلمون في المدة الزمنية نفسها ولا يتعلمون على الوتيرة نفسها، فكل واحد منهم بحاجة إلى وقت معين لكي يستوعب المعارف الجديدة، وذلك بحسب مكوناته ومكتسباته ومؤهلاته. لذلك على المعلم أن يقوم توزيع الوقت اليومي والأسبوعي بشكل مرن، حيث يراعي الاختلافات عند المتعلمين. يمكن في بعض الأحيان أن يضحي بجانب كبير من المحتويات الدراسية حتى يقوم بتحقيق الكفايات المنشودة،
لأن المتعلمين هم مطالبون أو مطالبين باكتساب الكفايات اللازمة، والوقت لا يجب أن يكون معرقلا في هذه الحالة. نتحدث الآن عن شروط تطبيق البيداغوجيا الفارقية. هناك بعض الأمور التي يجب أن نراعيها عند التحدث عن البيداغوجيا الفارقية وتطبيقها. منها أولاً محاربة ظاهرة الاكتظاظ داخل الصف، والتي عادة تتنافى وتتعارض مع مقتضيات البيداغوجيا الفارقية، إذ يجب أن يحتوي الصف على عدد قليل من الطلاب، ليس قليل جداً ولكن مقبول من الطلاب حتى نستطيع العمل معهم بشكل فارقي. وضع أيضاً استعمالات زمنية تتسم بنوع من المرونة تتلائم مع البيداغوجيا، لأن أيضاً جداول التوقيت التقليدية هي حاجز وحائط أمام تطبيقات البيداغوجيا الفارقية. لذلك هو لا ينسجم مع البيداغوجيا، خاصة إذا وضعنا جدول زمني تقليدي غير مرن. أيضاً توفير الوسائل الديدكتيكية الضرورية، الأمور الوسائل التعليمية والحجرات الدراسية اللازمة. يجب على المدرس أن يتمتع بقدر من الحرية والاستقلالية، بحيث يسمح له الاجتهاد بالدرس بحسب المجموعة التي يقوم بتعليمها. ولذلك نحن يجب أن نخفض عدد ساعات التدريس للمعلم في الأسبوع حتى يستطيع أن يفرغ نفسه للبيداغوجيا التفريد، لأن بيداغوجيا التفريد عادة بحاجة إلى الوقت والتحضير والجهد أيضا من قبل المعلم. يجب أيضا إعادة النظر في التكوين الأساس والمستمر للمدرس، بحيث يصبح منشط وموجه لا ناقل للمعلومات. لذلك يجب أن نعطيه الاستقلالية وأن نخفف من كثافة المقررات الدراسية حتى يتمكن من تكييف العملية التعليمية التعلمية مع القدرات الاستيعابية للمتعلمين. أيضاً هذا لا يمنع باستخدام تكنولوجيا التعليم والأجهزة الذكية والموارد الرقمية، فهذا الموضوع يمكن أن يحفز المتعلمين وأن يجعلهم قادرين على الاستيعاب أكثر. نتحدث الآن عن طرق التفريق البيداغوجي. تختلف طرق التطبيق البيداغوجيا الفارقية طبعاً تبعاً لعدة متغيرات. عموماً يمكن اعتماد ثلاثة أساليب في التفريق. أولاً فارقية مسارات التعلم، حيث يوزع التلاميذ على عدة مجموعات تعمل كل واحدة منها في آن واحد على نفس الهدف، على نفس الأهداف، وفق مسارات مختلفة. عادة تكون من خلال التحليل المسبق والدقيق، وتبعاً لعدم التجانس بين المتعلمين. هذا الموضوع يقوم به المعلم قبل إيكال أو قبل أن يوكل مهمة للمتعلمين. فارقية مضامين التعلم، يوزع التلاميذ إلى عدة مجموعات، كل واحدة منها تعمل في آن واحد على مضامين مختلفة. يمكن أن نعتمد هذه الطريقة، يتم تحديدها في صيغة أهداف معرفية منهجية أو سوسيو وجدانية، وتحصر هذه الأهداف فيما بعد بواسطة تشخيص أولي يكشف عدم التجانس فيما يخص النجاح والعراقيل التي تعترفه. هناك أيضاً فارقية البنيات، حيث يوزع التلاميذ إلى عدة مجموعات في بنيات القسم، لأنه لا يمكن القيام بفارقية المسارات والمضامين دون تقسيم التلاميذ إلى مجموعات فرعية. هذا الإجراء يؤسس إطاراً أجوف بدون مفعول في نجاح المتعلم إذا لم نعتمد بيداغوجيا فارقية، في حين أنه من الأكيد أن مجرد القيام بفارقية البنيات يسمح للمتعلم بالتعرف على أنواع أخرى من التجمعات وأماكن أخرى، ويولد الموضوع تفاعلات اجتماعية بين الأفراد يؤدي إلى ردود أفعال بناءة بالنسبة للتعلم المطلوب. نتحدث أخيراً عن صعوبات تطبيق البيداغوجيا الفارقية في الصفوف الغير متجانسة. لا شك أنه هناك الكثير من العراقيل والصعوبات التي تحول دون تطبيق البيداغوجيا الفارقية، أو على الأقل تجعل هذا التطبيق أمر صعب ومرهق. أولاً، عدم كفاية التكوين البيداغوجي عند المعلمين بشكل يجعلهم جزء من كيان كلي تعديلي. يجب أن نمكن المعلم من
هذه الكفاية. رسمية ووحدة المسار البيداغوجي المفروض وعدم تلاؤمه مع طموحات التنميع. نتحدث عن البيداغوجيا الفارقية، ولكن هناك منهج وبرنامج يجب أن ينتهي في وقت معين. صرامة المعطيات البيداغوجية القديمة وعدم قابليتها للمراجعة خاصة على مستوى الممارسة. إشكالية الامتحان وما يفرضه من ضرورة حضور تقويمات تعتمد على القياس والتصنيف طبعا لمعايير ومرجعيات رسمية لا تراعي اختلاف المستويات الذهنية والمعرفية للتلاميذ. وعادة موضوع التقويم يكون عائقا كبيرا في وجه المعلمين، فهم بحاجة في النهاية إلى القيام في بعض الأحيان إلى القيام بتقويم موحد بين الصفوف أو بين الطلاب. أيضا هناك استعمالات الزمن وما تفرضه من ممارسات كلاسيكية سريعة تجعل التعلم ممكنا فقط لذوي الفهم السريع فقط. كما قلنا سابقا هناك برنامج يجب أن ينتهي، لذلك الوقت يكون محدد، ولذلك يستطيع المعلم أن يلاحظ صعوبة تطبيق البيداغوجيا الفريقية. إذا رأينا أن البيداغوجيا الفريقية ممكنة وفي الصفوف الغير متجانسة، ولكنها ليست سهلة التحقيق في بعض الأحيان. إذا هذا كان نهاية الموضوع، شكرا لكم لحسن الاستماع.